حيث فككت القوات المسلحة 3 خلايا لتنظيم القاعدة الإرهابي واعتقلت 29 إرهابيا وعثرت على كمية كبيرة من الأسلحة. كما كشفت عن نفق يربط ساحة اعتصام الحواجة بالمدينة لتهريب الأسلحة. واصلت القوات المسلحة العراقية تفكيكها لخلايا تنظيم القاعدة الإرهابي وتدمير أوكاره وحواضنه وخطوط إمداده في العراق. ففي 3 عمليات استباقية تمكنت الفرقة الثانية في الموصل والفرقة 17 في بغداد ومديرية استخبارات كنعان في محافظة ديالى من مداهمة 3 أوكار والقبض على 3 خلايا تكونت من 29 إرهابيا وضبط كتف عتاد في منطقة بزل سلو احتوى على 8 أحزمة ناسفة معدة للتفجير و6 أسطوانات كبيرة من مادة السي4 شديدة الانفجار و30 قنبرة هاون عيار 60 مليم إضافة إلى 14 فاعق تفجير وعشرات البنادق الرشاشة والقنابل اليدوية. نرجو الضرب بيد من حديد على كل من تسول نو نفسه بالمساس بأمن العراق وبالشعب العراقي والقضاء على التكفيرين الطائفيين أمثال جبهة النصرة وتنظيم القاعدة الإرهابي التكفيري. وكشفت التحقيقات الجارية عن أحداث اعتصام الحوية عن تسلل إرهابيين من تنظيم القاعدة إلى الساحة وحفرهم نفقا يصل بين مطبخ الساحة والمدينة لتهريب أسلحة رشاشة وقنابل يدوية استخدمت في الهجوم على اللواء 47. هناك أيادي خفية تعمل لإيقاف عجلة التقدم في العراق وهذه سلسلة من ضمن سلسلات المنطقة اللي تشكو حاليا من وجود عناصر تنظيم القاعدة في كل مكان وليست في مكان واحد، مما يدل على أن هناك مستفيد واحد وجهة واحدة هي المستفيدة وهي الكيان الصهيوني. نادي العبيدي، التلفزيون العربي السوري، بغداد. ونبقى في العراق التي ضربها إرهاب القاعدة مشددا مستهدفا العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة العشرات، حيث وقع تفجيران إرهابيان في مدينتي بعقوبة والمدائن. استهدف الأول مسجد سارية لدى خروج المصلين منه بعبوتين ناسفتين، ما أدى لمقتل نحو 50 شخصا وإصابة أكثر من 60 بجروح بينهم 7 أطفال، فيما استهدف التفجير الثاني بعبوة ناسفة مشيعين لأحد ضحايا العنف في مدينة المدائن جنوبي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل 8 عراقيين على الأقل وإصابة أكثر من 25 آخرين بجروح.